اتفق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع مع نظيره بكوريا الجنوبية على تعميق الشراكة بين البلدين وتطوير منظومة التسلح، واعتزام مصر افتتاح مكتب لملحق عسكري لها في سول الشهر المقبل لتعزيز التعاون. ونقلت صحيفة كوريا هيرالد الكورية الجنوبية أن صبحي أكد قطع مصر كل العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب صواريخها الباليستية والاختبارات النووية التي تجريها.